تشيك الأزمة اليمنية على دخول شهرها الحادي عشر، والحال لم يتغير، بل ازدادت أعداد من يتجرعون ويلات الحرب ملايين أخرى، واستحكمت حلقات المعاناة بحلقة جديدة هي شبح الجوع الذي أصبح يهدد أرواح آلاف المحاصرين. تعي المنظمات الإغاثية في مناطق القتال داخل اليمن جيدا المستقبل المجهول لأكثر من 21 مليون يمني. تقول الأمم المتحدة أنهم في حاجة لمساعدات إنسانية عاجلة. وذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 7 ملايين آخرين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، في حين يفتقر أكثر من 19 مليون شخص إلى إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة أو الصرف الصحي. وفي انتظار حل دبلوماسي للصراع، طالبت المنظمات الإنسانية بتمكينها من الوصول بشكل مستدام لجميع المحتاجين داخل البلاد ومدهم بالمساعدات الفورية. ودعت المنظمات الدولية إلى ضمان حرية التنقل والحرية لجميع المدنيين والرفع الفوري للحصار عنهم، غير أن المحاصر لا يستجيب لكل هذه المطالبات والنداءات، ويصر على التصعيد كعقاب جماعي وانتقامي. أمام هذه المأساة المستعادة شهرا بعد شهر، يبدو مضحكا ما يظهره مسؤولون يمنيون ومنظمات دولية من اندهاش أمام الموت الزاحف. كل طرف ينتظر الآخر للإسهام في فتح الممرات الإنسانية أمامه. الحكومة الشرعية لا تجد لها أثرا في إغاثة نصف شعبها المهجر على يد الميليشيا، بينما تكتفي المنظمات الدولية بالقول أنها عجزت عن إيصال المساعدات بسبب تعنت الأطراف التي لم تفصح عنها. خيام مهترئة في صقيع الصحراء في رحلة الشتات داخل الوطن. تقدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد الذين اضطروا للنزوح من منازلهم بنحو 2 مليون شخص وأكثر، بينما فقد الآلاف أرواحهم خلال فترة الحرب خلال العام الماضي. اللجنة الدولية ذكرت أن أعدادا لا تحصى أصيبوا بإعاقات وجروح في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص في المستلزمات الطبية. وأشارت المنظمة إلى أن إمدادات المياه والكهرباء تعطلت، وعانت بعض المناطق من شح المواد الغذائية والسلع الأساسية. كل هذه المأساة مستمرة في الوقت الذي تنتظر المنظمات الإنسانية وقف إطلاق النار لإنقاذ ما تبقى من الحياة في بلد ينزف منذ 10 أشهر.